اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج. ناس كتير طلبت مني عايزين يتفرجوا على مجموعه البي اس بي بتاعتي، وعشان يا جماعه بس اوصل لكم نقطه، انا بعمل المحتوى ده عشان بحبه عشان بحبكم، ما بعملش المحتوى ده عشان هو ده الترند. يعني ما اعتقدش ان في حد بيتكلم في الترند دلوقتي بي اس بي. يا ريت بقى نوصل الفيديو ده لايكات بقى واعمل سبسكرايب. بس مش هقول لك حاجه تاني، مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس يعني يا ريت نخلي الفيديو ده يستاهل علشان الناس اللي بتحب الكولكتنج وبتحب البي اس بي وبتحب سوني تستمتع بالفيديو ده. وهنا هنتكلم بقى اول حاجه عن البي اس بي. انا عندي جهازين بي اس بي زي ما انتم شايفين، في واحد بالستاند بتاعه، هنحاول نفكه من الستاند. طبعا في ناس هتسالني تقول لي جبت الستاند منين، لو انت اتفرجت على القناه هتعرف. روح اتفرج على البلاي ليست اللي هتطلع لك. البلاي ليست دي مجموعه فيديوهات كبيره جدا بتتكلم عن الجيم كولكتنج، كل ما هو يخص تجميع الالعاب الالكترونيه هتلاقيه. هتلاقي بقى مجموعه البلاي ستيشن 1 و2 و3، ال3 دي عامل لها 15 فيديو، كل حاجه تتخيلها روح اتفرج على البلاي ليست اللي هتطلع لك على الشاشه. دول اتنين بي اس بي، الاثنين تقريبا سيميلر، يعني مفيش اي فرق ما بينهم. انا جبت السيلفر وجبت البينك، وانا بحب الحاجات دي اجيبها بالالوان. ليه؟ لان خلي بالكم يا جماعه الحاجات دي هتختفي بعد فتره، وكمان 10 سنين كمان 15 سنه هيبقى ذات قيمه، هيبقى حاجه ليها قيمه. لكن يعيبه حاجه واحده، ان بطارياته بتبوظ. حاول انت لما تشتري بي اس بي تشتريه بالشحن بتاعه، عشان لو احب تلعب تلعب بالشحن. ده انا ما بستخدموش، ده انا حاطه للعرض فقط. لكن دوت انا معدله وحاطط عليه العاب كتير على ميموري كارد، فدي ميزه البي اس بي. لو عايز حاجه فعلا ظريفه تلعب بيها وانت ماشي كده، افضل حاجه ليك البي اس بي، ثم بعد كده النينتندو دي اس برضو رائع جدا عشان نقول للامانه. فالبي اس بي دلوقتي ممكن تلاقي سعره رخيص وتلاقيه مستعمل، مش هتلاقي جديد. محدش يقول لك بقى بي اس بي جديد، مش هتلاقي الكلام ده. اشتري اي نسخه مستعمله وحاول تعدلها واديها لاي حد من الناس اللي بيعدلوا محلات البلاي ستيشن والكلام دوت، وينزل لك عليه العاب، لان العابه دلوقتي ما عادتش موجوده، وانا نادرا ما بلاقي العاب بي اس بي اصلا. وهنا بقى هنخش على المجموعه اللطيفه الظريفه بتاعتنا دي. بس ثانيه واحده، هقرب الكاميرا شويه عشان تشوفني. مبدئيا احنا هناخدهم لعبه لعبه كده، وهندندن فيهم. لكن ارجوك يا حماده او اي حماده بتفرج، ما تجيش تقول لي انت ما عندكش لعبه كذا ليه. عندي بي اس بي متعدل عليه العاب كتير جدا بالميات، فبلاش تقول لي اصل انت ما عندكش، ازاي ما عندكش لعبه كذا. والنبي يا حماده وريني يعني كوليكشن بي اس بي بتاعك ارجوك. اكيد ما عنديش كل حاجه في الكون، فاي حماده هيعمل الكومنت ده هزعل منه. اول لعبه معانا لعبه من انتاج شركه كونامي، وهي اسمها ستيل هورايزن. هي لعبه تكتيكال بحريه جويه، لكن لو انت بقى من الناس اللي بتزهق ومن الناس اللي هي يعني ملهاش طقطان للموضوع ده، هتبقى صعبه بالنسبه لك. لكن لو بتحب الحاجات التكتيكيه والحاجات اللي فيها استراتيجي، اللعبه دي حلوه جدا، من انتاج شركه كونامي. انا بحب العاب ليجو، فما حدش يضحك عليا. ليجو انديانا جونز من الالعاب المسليه جدا برضو للبي اس بي. يا ريت برضو جربوا العاب ليجو يا جماعه على اي جيل، العاب ليجو حلوه جدا. اللعبه دي اسمها ذا كون. ذا كون هي فايتنج جيم، ستريت فايتنج جيم، يعني الناس بتضرب بعض في الشارع وانت بتراهن عليهم بفلوس. فاللعبه دي مسليه جدا وعجباني جدا في الستايل بتاع الكاميرا بتاع الفايتنج. لكن هي مش احسن جرافيكس، لان طبعا هي مستوى اللعبه على البي اس بي كان عالي. يعني اللعبه دي جرافيكس بتاعها عالي جدا والبي اس بي مش قادر يوصل دوت، فطلعت مشخرمه شويه. بس من الالعاب المسليه جدا. سوات تارجت ليبرتي من العاب الشوتر الظريفه جدا برضو، من احد الالعاب بقى اللي من انتاج شركه سوني. يعني اللعبه دي سوني تايتل اكسكلوسيف، واسمها بيرسيوت فورس جي تي اي، بس على البي اس بي. شكلها عجيب جدا يعني، بس لعبه مسليه لاقصى درجه. فيها ريسنج، فيها شوتينج، فيها بريسنج بالقوارب بعربيات. فاللعبه صايعه جدا جدا جدا، جربها لو لقيتها. ومعظم الالعاب يا جماعه اللي عندي دي هتبقى نادره شويه، فلو انت لعبت اي لعبه من الالعاب دي يا ريت تكتب لنا على طول في الكومنتات. اول ما تشوف اللعبه اكتب لي كومنت على طول. غنيه على التعريف، سماك داون فيرسز رو 2009، لعبه مصارعه. ذا سيمبسونز فيديو جيم، لعبه ذا سيمبسونز على البي اس بي. اللعبه دي موجوده على البلاي ستيشن 2، وانا ما بفضلش اللعبه لكن بحب المسلسل اكتر من اللعبه. طبعا دي لعبه هاري بوتر اند ذا جوبلت اوف فاير. العاب هاري بوتر، تاني بقولها للمره المليون، قلتها في 50,000 فيديو، العاب هاري بوتر تحفه وجميله جدا يا جماعه. اي لعبه هتنزل من هاري بوتر او نزلت لهاري بوتر، كولكت اللعبه دي، قيمتها عاليه جدا وجيم بلاي بتاعها حلو جدا. ان اف ال ستريت زي فيفا ستريت، بس دي ان اف ال يعني كره القدم الامريكيه اللي هم بيطحنوا في بعض دول، بس في الشارع زي فيفا كده بالظبط. انا مش من هواه العاب الان اف ال يعني، بس هي كانت من وسط مجموعه العاب اشتريتها فدخلت في النص كده بالغلط. لعبه سوكوم نيفي سيلز،
من العاب التكتيكال دي اظن اسمها برافو تيم 3. وبرافو تيم 3 دي يعني الالعاب دي يا جماعه بتتلعب كوب اونلاين عادي جدا، بس طبعا مفيش اونلاين دلوقتي، لكن هي بتعتمد على ان انت بتدي اوامر للفريق بتاعك وبتبني معاهم علاقه. فلو انت برده مش متعود على العاب سوكم بالذات او العاب اكس كوم، فاللعبه دي تبقى صعبه بالنسبه لك. لكن لو اتعودت على السيستم ان انت بتدي اوامر للشخصيات الثانيه وانت برده بتنفذ معاهم، فالالعاب دي مسليه جدا. اللعبه اللي في ايدي دي من التحف الفنيه لشركه كابكوم ومن اغلى الالعاب اللي موجوده عندي في الكوليكشن. اللعبه دي اسمها بريث اوف فاير. بريث اوف فاير يا جماعه من العاب كابكوم الفانتسي الرائعه اللي اتدفنت، عد شفاوت اللعبه دي لو لقاها في اي حته، من اعظم العاب كابكوم. اللعبه دي غاليه جدا دلوقتي، يعني انا جبتها بكلام زهيد، بمبلغ زهيد جدا يعادل دولار واحد يعني، بس فعلا تستاهل 100 دولار، مش دولار بس. فبريث اوف فاير لو لقيتها قدامك اشتريها واحتفظ بيها. من شركه سيجا لعبه فيرتشوال تنس 3، لعبه متداوله يعني كتير، لعبه تنس مفيش كلام تاني. ستار وورز باتل فرونت، الكيس ده يا جماعه الكيس الاصفر ده، يعني هي محطوط عليها ده السليف الاصلي، لكن الكيس الاصفر ده بيبقى للالعاب المعاد تغليفها، يعني لما تشتري لعبه من بره ساعات بيحطوها في كيس كده للبي اس بي، لكن ده مش العلبه الاصليه. من العاب البلاتفورمر برضو الظريفه والجميله جدا ليمينجز، من الالعاب النادره برضو، واللي ما تعرفهاش يبقى انت فايتك كتير. ممكن الجيل بتاع البلاي ستيشن 2 هو اللي حضر الكلام ده، ودي كانت من اكبر الالعاب مبيعا في تاريخ سوني والبلاي ستيشن في الوقت دوت. فاللعبه عشوائيه بشكل مفرط وظريفه جدا ومسليه جدا. دي لعبه لما شفتها اول مره شفتها على البلاي ستيشن 1 وقلت ايه ده، ايه الحاجات الغريبه دي. لكن ده جزء نزل للبي اس بي مخصوص، وهو ميديفل ريزوركشنز. دي لعبه ميديفل، والناس يا جماعه بتحب الالعاب دي جدا جدا جدا، لان الالعاب دي مسليه جدا. مش عايز اقول لكم قصه فيها، الارت ستايل اللي فيها، ولغايه دلوقتي العاب ميديفل الناس بتتمنى ان يفضل يتعمل لها ريماسترز او ينزل لها اجزاء جديده زيها زي ايب اوديسي مثلا او اكسودس. فلو انت ما لعبتش اي جزء من اجزاء ميديفل وعندك بلاي ستيشن 1 او بلاي ستيشن 2 او لقيتها حتى على الستور بتاع بلاي ستيشن 4، فجربها، لا حلوه جدا هتعجبك. لكن دي نسخه البي اس بي ميديفل ريزوركشن. خش بقى على الايه، على الجزء الثاني. كان في لعبه اسمها ذا جيت اواي على البلاي ستيشن 2، ناس كتير تعرفها وكانوا بيقارنوها بجراند ثيفت اوتو، لان هي فعلا ترتقي لان هي تقارن بجراند ثيفت اوتو. فحبوا يعملوا بقى سيكول ويخشوا بقى يبقوا عاملين زي جي تي اي يعني، لكن ما قدروش للاسف. فحبوا يبتكروا حاجه جديده، فعملوا لعبه اسمها جانجز اوف لندن. لعبه مسليه وظريفه، فيها كوميديا وفن واكشن. فجانجز اوف لندن من الالعاب اللطيفه، لكن لا ترتقي لان هي تبقى جراند ثيفت اوتو للامان، لكن ما يمنعش ان انت جرب حاجه جديده يعني. جانجز اوف لندن من انتاج اكتيفيجن اكس مان وولفرين اوريجينز، واللعبه دي نزلت على البلاي ستيشن 3 واظن على البلاي ستيشن 2. اللعبه دي اظن ناس كتير جربتها. طبعا انت لو عندكش بي اس بي مش هتعرف تحط ايدك على واحده من دول، بلاي ستيشن 3 او البلاي ستيشن 2 انسب لك. دي بقى الطف لعبه تنس شفتها، اسمها سماش كور تنس من بانداي نامكو. اللعبه دي ظريفه للغايه، يعني للغايه لدرجه ان انت فيها كده باكمان وبتاع فاللعبه دي مسليه جدا جدا جدا، من احلى العاب التنس اللي لعبتها في حياتي. سماش كورت تنس، انا مش متاكد اذا كانت موجوده على بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3، فحد يعرف صححوا لي يا جماعه لو في منها نسخ على بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3. ومن انتاج اي اي العظيمه ميدل اوف اونر هيروز 2. انا من جيل ميدل اوف اونر، انا الجيل اللي وعي على ميدل اوف اونر، وكانت السايبرات بتاكل عيش من ورانا، كنا بنتلم كلنا ونفضل نلعب ميدل اوف اونر. فاي لعبه بالنسبه لي ميدل اوف اونر هي عظيمه لمجرد ان انا بس متعلق بيها من طفولتي. فميدل اوف اونر 2 او هيروز 2 في الحرب العالميه الثانيه، ومن الالعاب الحلوه جدا. وكانت العاب ميدل اوف اونر دايما بتتميز بالقصه القويه، يعني انا كنت بشوف قصص ميدل اوف اونر اقوى من قصص كول اوف ديوتي، لكن بعد كده كول اوف ديوتي تفوقت في شكل القصه والاخراج ثم الاونلاين، فيمكن ده اللي موت سلسله ميدل اوف اونر من اي اي وبقت بتعتمد على باتل فيلد بس. بن 10 الين فورس، العاب بن 10 مرطرطه، العاب بن 10 مرطرطه على البلاي ستيشن 2 و3 و4 وبي اس بي في كل حته. لكن العاب بنتن من الالعاب اللي بتغلى، ليه انا مش عارف، نفسي افهم ليه انا مش عارف. العاب بنتن ظريفه ومسليه وحلوه بامانه، هم ما بيعملوش لعبه يعني وحشه، حتى الوحشه ممكن نقول عليها متوسطه. لكن ايه السر في ان العاب بنتن بتمسك سعر؟ انا مش عارف، لو في حد كوليكتور بقى يا جماعه جاوبني على السؤال ده. جيمس كاميرون افاتار ذا فيديو جيم، دي لعبه افاتار اللي مبنيه على الفيلم بتاع افاتار، يعني نفس القصه بتاعه الفيلم تقريبا. فمش عارف اللعبه دي مش عارف
عارف ما حسيتهاش يعني اتفرج على الفيلم لكن ما حسيتش اللعبه دي نهائيا. بدايه العظمه بقى يعني بدايه ما بدانا نشوف العاب حلوه وهي سبايدر مان 3. سبايدر مان 3 من اجزاء سبايدر مان اللطيفه جدا. الجزء ده اظن هتلاقوه على البلاي ستيشن 3. نسخه البي اس بي بتبقى نسخه اقل. فنصيحه انا ما انصحش ان انتوا تلعبوا الالعاب دي على البي اس بي، انصحكم ان انتوا تلعبوها على البلاي ستيشن 3. في العاب كده يا جماعه تنفع للبي اس بي وفي العاب ما تنفعش للبي اس بي، لكن لعبه حلوه جدا ومسليه جدا وبتتكلم عن قصه سبايدر مان عامه. فلو انت لقيت النسخ بتاعت العاب سبايدر مان برضو العاب سبايدر مان بتمسك فلوس، مش عارف ليه يعني العاب القديمه لسبايدر مان برضو ليها سعر. برضو حد جاوبنا يا جماعه في الكومنت. فيفا 08 جزء الثامن ولا 2008 يعني. ففيفا لعبة كورة. لعبة دي اسمها ثريل فيل اوف ذا ريلز، مدينة ملاهي وانتوا جواها كده. واللعبة دي كمية فن غريبة يعني، اللعبة دي كوميدية ومسلية لأقصى درجة تتخيلوها. اللعبة كانت من إنتاج لوكس أرتس اللي انتوا شفتوهم في عرض سوني اللي فات. عرض سوني اللي فات لوكس أرتس هم اللي عاملين لعبة ستار وورز نايتس اوف ذا اولد ريبابليك، فدي من إنتاج نفس الشركة لوكس أرتس. من الألعاب الحلوة جدا جدا وفيها ميني جيمز، فيها ميني جيمز كتير جدا، 30 ميني جيم تقريبا. فبرضه من الألعاب النادرة اقفشها لو لقيت نسخة. بلاي ستيشن اكسكلوسيف وهي اسمها Everybody's Golf. Everybody's Golf كانت محاولة من سوني لان هي تمسك نينتندو في العاب الجولف بالذات ماريو، وماريو كان مسيطر على الجولف بشكل مش طبيعي. واللعبة دي ممكن تلعبوها بجهازين جنب بعض، يعني تبقى جهازين جنب بعض وتلعبوا اللعبة دي مع بعض. اللعبة حلوة لكن لا ترتقي لمستوى النينتندو، لكن ظريفة. مش هقول انها دي يعني 6 من 10. سماك داون فيرسز رو 2008 لعبة المصارعة اللي انتوا طبعا كلكم بتحبوها بس انا ما بحبهاش. دي لعبة سبايدر مان برضو، فيها فينوم وفيها وولفرين وفيها سبايدر مان، فيها كل الشخصيات. انا هحاول اجيب لكم اسم اللعبة دي بالانجليزي لان للاسف اللعبة دي بالفرنساوي فتعبتني جدا، فبحاول ان انا الاقي نسخة باللغة الانجليزية مش لاقي، فهقفشها ان شاء الله. ولو حد شاف الصورة دي وقدر يتعرف عليها يعني قولوا لنا يا جماعة اسمها ايه، يعرف اسم اللعبة دي يا ريت يكتب لنا اسمها في الكومنتات. برضو من انتاج سوني، محاولة اخرى من سوني لتحسين علاقتها بالجولف، هوت شوت جولف، برضو من الالعاب اللطيفة لكن برضو لا ترتقي مستوى النينتندو. معلش سامحيني يا سوني بس انا بحبك والله، بس نينتندو بتتفوق في الموضوع ده اكتر من التحفه الفنيه دي بقى اللي في ايدي دي. من اعظم الالعاب اللي انا كبرت معاها اللعبه دي، اول ما لعبتها لعبت على البلاي ستيشن 1 وفضلت معلقه معايا حتى تاريخه، ومستني نزول الجزء السابع منها على البلاي ستيشن 5 وهي بلا شك جراند تريزمو. ودي السبيشال اديشن بي اس بي سبيشال اديشن من جراند تريزمو. مش هقول غير الله الله الله، يعني ابداع فعلا يا جماعه. فيها 800 عربيه اللعبه دي واكتر من 35 تراك و800 عربيه، لعبه قائمه بحد ذاتها. جراند تريزمو سبيشال اديشن من برضو اندر الالعاب اللي موجوده عندي في مجموعه البي اس بي بتاعتي. واخر حاجه معانا وهي لعبه ريزيستنس ريبيرث. ريزيستنس من التايتلز الاكسكلوسيف بتاعت بلاي ستيشن وبدات معانا من البلاي ستيشن 3. نزل 3 اجزاء على البلاي ستيشن 3 من لعبه ريزيستنس، من اقوى العاب الساي فاي شوترز، وريبيرس لا تقل عنها في اي حاجه. بالعكس العاب ريزيستنس انا بشوفها من الالعاب المسليه جدا وكانت سابقه عصرها، لكن هي اتظلمت للاسف لان كان فيها مشاكل بصراحه، كان في شويه مشاكل، لكن انا شايف الارت اللي كان فيها مجهود كبير جدا اتبذل. انا لغايه دلوقتي بحبها، انا بستمتع بريزيستنس يعني. فريزيستنس ريبيرث هي الاديشن اللي نازله مخصوص للبي اس بي، مش هتلاقيه على البلاي ستيشن 3 لكن هتلاقيه على البي اس بي بس. ودي كانت كل العاب البي اس بي بتاعتنا. الفيديو ده لكل من هو طلب يتفرج على العاب البي اس بي. لو لعبت لعبه من دول قول لنا في الكومنتات، وان شاء الله نعمل عن النينتندو ونعمل عن الكونسولز اكتر، يعني نتكلم شويه في التاريخ اكتر من الجيمنج لان انا بصراحه زهقان من الجيمنج اليومين دول. لكن احنا زي ما انتم عارفين المحتوى بتاعنا ما بيخلصش طول ما انتم منورين القناه. انا بقى هطلب منك طلب يا زميلي بعد اذنك يا زميلي، لايك سبسكرايب وانت ماشي، الله يبارك لك. تمام عملت كده الله ينور عليك يا باشا. شكرا ليكم جدا، كان معاكم كريم من قناتكم فيرست ستيب جيمنج، منوريني احلى جيمرز في الدنيا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي وسلام عليكم.